نمشي للقصبة واخبار المصادقة على جملة من الأوامر الحكومية خلال مجلس وزاري في قصر الحكومة، من بينها مشروع أمر حكومي متعلق بأحداث وحدة تصرف للإشراف على إنجاز برنامج لإصلاح وتحديث قطاع الأمن، وآخر متعلق بأحداث وحدة تصرف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية الخريجين، كما تمت المصادقة على مشروع أمر حكومي للحد من مسافة 5 كيلومترات من حدود المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية لولاية سوسة بهدف تركيز مساحة تجارية كبرى. هذا واستعرض مجلس الوزراء جملة من البيانات حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إضافة إلى عرض تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2016 والتشغيل وتزويد السوق والتحكم في الأسعار.